الزهراء: يقع عليكن مسؤولية أن تعرف العالم أن الثقافة والعلم الحقيقي يحمل مع الإيمان، يحمل مع الدين، يحمل مع رسالة السماء، كما حملتها فاطمة الزهراء أمكن العظيمة. فاطمة الزهراء كانت مثلا أعلى في الإسلام، في الجهاد من أجل الإسلام، في الصبر على محن الإسلام، كانت مع أبيها في كل شدائده، في كل محنه، كانت تخرج معه في الحروب، كانت تواسي جروحه، كانت تلملم محنه، كانت دائما إلى جنبه، كان يستمد منها سلوة في لحظات العسر، كان يستمد منها طاقة في لحظات صعبة جدا. كانت امرأة مسلمة مجاهدة بكل معنى. هذا من جانب. من جانب آخر، ام فاطمة الزهراء كانت المرأة العالمة، كانت المثل الأعلى في العلم والثقافة، لكن لا هذه الثقافة التي أرادها المستعمرون لنا، لا ثقافة المجون والسفور، لا ثقافة الاختلاط والتميع، لا ثقافة التحلل، وإنما الثقافة الحقيقية. اندلعت فاطمة الزهراء، انطلقت إلى مسجد أبيها حينما اقتضى منها الواجب أن تخرج إلى مسجد أبيها، وخطبت تلك الخطبة العظيمة التي لا يقدر عليها إلا كبار العلماء. كانت البلاغة والفصاحة والحكمة تتدفق من كلماتها كما يتدفق السيل من البحر. وكم كان عمرها؟ كان عمرها أقل من 20 سنة، لكنها علمت العلماء، ولكنها علمت الحكماء، ولكنها ضربت مثلا أعلى لم تصل إليه حتى الآن المرأة الأوروبية. هذه فاطمة الزهراء التي استطاعت أن تثبت في تاريخ الإسلام أن العلم يجتمع مع الدين، وأن الثقافة الحقيقية توأم مع الإيمان بالله، ومع التمسك بالإسلام، ومع التمسك بالحجاب، ومع التمسك بشعائر الدين. أنتن حملت رسالة فاطمة الزهراء، أنتن من سوف يعرف العالم عن طريقكن أن العلم يجب أن يكون إلى جانب الإيمان، وأنه ليس من العلم في شيء السفور، وليس من الثقافة في شيء الاختلاط والتحلل، وأن المرأة يمكن أن تصل إلى أعلى مدارج الكمال والتقى والنقي في كل الميادين من دون أن تتنازل عن قيمة من قيمها الإسلامية، وعن شيء من تراثها ومن رسالة ربها رب العالمين.